نحن داخل هذا الحصار كما ترون الآن. المنازل تحترق، المنازل تشتعل. هذا ما تسببه القصف العشوائي لنا من داخل هذا الحصار كما ترون الآن. القمامات السوداء في سمائنا أينما نظرنا، هنا وهنا وهناك نرى نيران، نرى دمار، نرى قصف، نرى القمامات السوداء. هذه أحيانا من داخل هذا الحصار، هذه حالنا كما ترون الآن. أعداد الجرحى لا تحصى، أعداد الشهداء لا تحصى أمام هذا القصف العشوائي. القصف علينا في الليل وفي النهار. كما ترون الآن نحن من داخل هذا الحصار وقصف مستمر في الليل وفي النهار 24 ساعة. الطائرات هليكوبتر مع براميلها T-72، راشماء صواريخ، دبابات T-72، كل شيء يخصفنا. القناصات المنتشرة، اطلاق الرصاص في كل مكان، اينما نظرنا كيفما اتجهنا يخصفنا، ونرى كل شيء متدمر ومحترق. هذه الحالة من داخل هذا الحصار. وكما تسمعون الآن القصف، وما كنت تسمعون الآن القصف زائد الانفجارات الضخمة. الله أكبر، طائرة 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 طائرة، اسقاط طائرة، اسقاط طائرة من داخل أحياء حمص، اسقاط طائرة من داخل أحياء حمص، اسقاط طائرة من داخل أحياء حمص، اسقاط طائرة من داخل أحياء حمص. قد اسقطت هذه الطائرة الآن اسقطت هذه الطائرة التي كانت تخصفنا بفضل الله سبحانه وتعالى. بني قد دمرنا هذه الطائرة من داخل هذا الحصار. هذه الطائرة أمام عيوننا. القصف، القصف علينا، القصف علينا، القصف علينا. المنازل تحترق، الطائرات تتدمر. اللهم قوي الجيش الحر، اللهم قوي ثوارنا الذين في داخل هذا الحصار. الطائرة قد تدمرت، قد تدمرت الطائرة.